نحن منتسبي مركز الحرس البلدي المرج من ضباط وضباط صف وافراد نبارك انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة سيدي المشير خليفة بن قاسم حفتر وسيدي اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري درنا بن جواد على الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة العربية الليبية ضد الدواعش تكفيرين وتحرير الهلال النفطي. عاشت ليبيا حرة موحدة. منتسبي مركز الحرس البلدي المرج المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.